متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع يوما بيوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد بإذن الله، حيث يسود الطقس الصيفي اعتيادي في عموم المناطق. درجات الحرارة حول معدلات اللي مثل هذا الوقت من العام، طقس لطيف إلى مائل للبرودة في المناطق الجبلية والسهلية خلال ساعات الليل، مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تتشكل الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية والوسطى. بالنسبة ليوم الاثنين ترتفع قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة 30 في أغلب المناطق، تكون في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشرقية، وتكون 40 في منطقة العقبة، مع استمرار للطقس اللطيف في ساعات الليل. يوم الثلاثاء بإذن الله تنخفض قليلا درجات الحرارة، لتكون في أواخر العشرينيات في المرتفعات الجبلية، بينما تكون في أواسط الثلاثينيات في المنطقة الشرقية وفي أواخر الثلاثينيات في منطقة العقبة، مع استمرار الطقس اللطيف إلى المائل للبرودة خلال ساعات الليل. بالنسبة ليوم الأربعاء بإذن الله تستمر نفس الحالة الجوية المتوقعة، طقس صيفي اعتيادي، درجة الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، طقس لطيف إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل مع ارتفاع في نسب الرطوبة، وبالتالي تتشكل الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية والوسطى خلال ساعات الصباح الباكر. بالنسبة ليوم الخميس بإذن الله ترتفع قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة تكون في بداية الثلاثينيات في المرتفعات الجبلية، في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، قد تلامس 40 درجة مئوية في منطقة العقبة، مع استمرار للطقس اللطيف خلال ساعات الليل. يوم الجمعة لا تغيير على الحالة الجوية، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس لطيف إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، وبالتالي تتشكل الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية والوسطى خلال ساعات الصباح الباكر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.